حياكم الله. العلم نور والجهل ظلام، مقولة خطتها الأجيال على الجدران منذ عمر 6 أعوام. إذا 6 أعوام ابتدائية ونصفها متوسطة ومثلها إعدادية، تنتهي بالامتحانات الوزارية وتحدد المصير والمستقبل منذ الصف الأول في المدرسة إلى مقاعد الدراسة الجامعية، كلها مراحل يمر بها الطالب، أعوام تحضرها التحديات وبقوة، وتقيد خطوات الظروف ويزرع العابرون فيها الأمل لتغيير واقع امتزج بالحاجة بدل الاكتفاء. هذا أكثر من 1 مليون تلميذ في العراق. أما حال الطلبة في الكليات الأهلية، فبعض القاعات تضيق على المقاعد ولا يصير في أروقتها من أجل دفع قسطها، سواء كان بأمر إداري أو دون مسوغ قانوني، لتبتلع القرارات غير المدروسة مصير أكثر من 3000 طالب أكملوا المراحل ولم يحصدوا أي مكاسب. كل هذا وممثل التعليم عن حلقتنا غائب، فمتى سيوضح أو يبرر أو يضع المعالجات إذا كانت هنالك إخفاقات وإخفاقات وأسئلة لا تحمل أي إجابات؟ انطلاق الامتحانات الوزارية للدراسة الابتدائية في عموم العراق بمشاركة أكثر من 2 مليون تلميذ، توجهوا صباح اليوم لأداء امتحانات المرحلة السادسة الابتدائية موزعين بين 7600 مركز امتحانية في عموم البلاد. والله كتوفير مراكز الامتحانية متوافق ويا العدد، طبعا العدد 1 مليون. المراكز كانت مرتبة، الأعداد كانت زينة منظمة، الأعداد قليلة، الأعداد مناسبة، ماكو زخم بصفوف الامتحانية، العملية امتحانية كانت سلسة سهلة. الطلاب أكدوا انسياب العملية الامتحانية معبرين عن ارتياحهم بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية بتهيئة الظروف الملائمة وتحقيق كافة المستلزمات لإنجاح هذه الامتحانات. أديت الامتحان وكانت الأسئلة كلش سهلة، ويعني تعديت الامتحان وكانوا جايبونا كل مي ووزعونا، يعني حتى أكل رادوا يوزعونا، وكان أكو كهرباء وكلش زين والصف بارد يعني. وتؤكد وزارة التربية أن جميع الأسئلة ضمن المنهاج الوزاري المقرر، مراعية بذلك ظروف الطلبة بتوفير مياه الشرب والكهرباء لضمان راحتهم داخل القاعات الامتحانية. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. نفتح وياكم ملفنا الأول عن انطلاق الامتحانات الوزارية الابتدائية لأكثر من 1 مليون طالب بتقرير الزميل شيبان سامي وطلعنا عليها بالفعل. لكن الآن نحدث ضيفنا الأستاذ والخبير في الشأن التربوي الأستاذ أحمد الجميلي، راح يكون هنا معنا في الاستوديو ويوضح بشكل مفصل الامتحانات لهذا اليوم. حياك الله استاذ. حياكم الله ست فرح، كل التحيه لكم ولقناه الايام، حياكم الله. اهلا وسهلا استاذ احمد. تابعت تقرير زميلنا شيبان سامي، كان الاراء منقسمه بين انه الامتحانات تسير بشكل جيد لكن اكو بعض الامتعاض من قبل الشارع العراقي. اريد اسال باعتبار حضرتك خبير في الشان التربوي، شلون تشوف اجراء الامتحانات؟ يعني حقيقه ابتدات امتحانات للصفوف المنتهيه للصف السادس الابتدائي يوم امس، انطلقت بمثل ما ذكر زميلكم في التقرير اكثر من 1 مليون تلميذ موزعين على اكثر من 7000 مركز امتحاني. حقيقه تابعنا يوم امس واليوم طبيعه الاسئله، حقيقه كانت من ضمن المنهج ومنطقيه، وكان هناك ارتياح بشكل عام إلى التلاميذ الذين أدوا الامتحانات. حقيقة بالنسبة لموضوع الامتحانات، الصف السادس الابتدائي ابتدوا، ومن ثم يوم 21/5 للصف المنتهي الثالث المتوسط، ويوم 8/6 إلى الصف السادس الإعدادي وهو المرحلة الأصعب لجميع طلبتنا الأعزاء ولعوائلنا الكريمة. حقيقة لاحظنا وزارة التربية ابتدأت بخطوات إيجابية، لكن هذا لا يعني أن هناك مشاكل
في العام الدراسي الحالي. حقيقة ابتدى العام الدراسي الحالي بمشكلة طبع المناهج اللي تأخر إلى ما يقارب إلى شهر 11، مما دفع أولياء الأمور الأهالي الذهاب إلى الأسواق المحلية لشراء الكتب. وأيضا رافقت هذا العام كثرة العطل الرسمية ابتداء من انتخابات مجالس المحافظات ثم العوارض الجوية. حقيقة لو تمعنا جيدا بخصوص التقويم الدراسي مع طبيعة المنهج الموجود الحالي، أعتقد أغلب المدارس الموجودة الحالية لم تستطع إكمال المنهج بسبب مثل ما أسلفت لجنابك الكريم. لا، شلون التلاميذ امتحنوا بكل المنهاج؟ بالنسبة للمشكلة بالمرحلة الابتدائية لربما الأمور طبيعية كانت، لكن حقيقة بالصفوف المنتهية حصرا مرحلة الصف السادس، يعني احنا تابعنا هناك كثير من المدارس لم تستطع اكمال المنهج. بالتالي وهو هذا الطبيعي الان اصبح هي ليس طبيعي وانما البدعة الحقيقية، ان الطالب الذي يصل الى مرحلة الصف الخامس عند نجاحه يتوجه مباشرة ابتداء من شهر السادس إلى الدروس الخصوصية. بس هي مو بدعة أستاذ أحمد، تدري ليش مو بدعة؟ لأنه طالب كل شيء ما يفتهم بالسادس إعدادي من مدرسة. أنا من دا أقصد بكلمة البدعة هي نتيجة انتشاره بشكل ملحوظ خصوصا خلال العشر السنوات الأخيرة. طبعا هذا بسبب، أكيد بسبب، والسبب هو وزارة على التربية غير الأمر منه. هم نعم. ما يفتهمون شيء من يقعد قدام المدرس والأستاذ لكثرة الطلاب، بس اسمح لي حضرتك. نعم. للظروف الغير جيدة، لأنه الأستاذ ما إلى خلق يدرس كل هذه الأعداد، لذلك التلميذ ما راح يفتهم، فيقول لك أنا أروح للدروس الخصوصية أدفع فلوس وكلف عائلتي ولكن حتى أطلع بنتيجة. هناك تقصير واضح في وزارة التربية في هذا الموضوع. التقصير أين يكون ست فرح الأخت الفاضلة؟ أن وزارة التربية يجب أن تنهي ملف البناء المدارس، هناك نقص حاد في البنى التحتية للمدارس إضافة إلى نقص في الكوادر التدريسية. جنابش تعرفين المحاضرين مجانين تم تثبيتهم على الملاك، لكن نحن متابعين بالشأن التربوي تفاجئنا أن المثبتين من المحاضرين تم إخراجهم خارج المدن، بالتالي جعلت فجوة كبيرة ونقص حاد في داخل ملاكات في داخل مركز المدن. يعني لم تكن هناك تسوية حقيقية بهذا الموضوع، بالتالي حتى لا يتسبب بنقص من الكوادر التدريسية أو التعليمية في داخل المدارس اللي دا أذكر الجنابش بي. بالتالي لكثرة المنهج الطويل جدا ومثل ما ذكرت لا يتناسب مع التقويم الدراسي، مما دفع أغلب عوائلنا الكريمة الذهاب إلى التدريس الخصوصي. هنا اللي أنا أكد بي أنه يجب على وزارة التربية حقيقة أن تضع خطة حقيقية وضوابط حقيقية. سابقا ست فرح، يعني يجب أنه المدرس الذي لا يعني يحقق نسبة نجاح تحددها وزارة التربية يجب أن تكون هناك عقوبات بالنسبة للكوادر التدريسية. شنو هالعقوبات؟ يعني مثلا المدرس الذي لا يحقق نسبة على سبيل المثال 60%، إذن لازم هناك توجه العقوبة على أقل تقدير أنه نقله من هذه المدرسة إلى خارج المدينة، بالتالي حتى يكون هناك شعور. إيه بس الأستاذ هم معذور. أول شيء كثرة عطل حضرتك أنت قلته، مدارس ضيقة، غير وجود المستلزمات التعليمية التوضيحية للطلبة. زين هو الأستاذ ليش يتحملها؟ أنا ذكرت في بداية حديثي هناك نقاط على وزارة التربية ملفات أن تنهيها، من ضمنها أن توفر المدارس. بالتالي من توفر بناء كثرة المدارس بالتالي عدد الطلبة سوف يكون من 70 طالب حاليا في أغلب المدارس، راح ينزل عدد الطلبة إلى 40 لربما 45 طالب. بالتالي سوف يكون صف نموذجي يستطيع المدرس من السيطرة عليه. إذن هناك يعني ترابط حقيقي ما بين وزارة التربية يجب أن يكون وما بين الكوادر التدريسية، بالتالي يعم به أن يعبروا أبنائنا الطلبة إلى بر الأمان الحقيقي. احنا في كل تجربة امتحانات وزارية وهسه الامتحانات الوزارية لفئة الابتدائية نشوف اكو تلاعب تسريب أسئلة أو تلاعب بالدفاتر.
وانا احكي لك اياها بصراحه، اليوم اكو الاف التخوفات من قبل المواطنين، يقول لك والله انا خاف يتلعبون بدفتر ابني، او خاف تتسرب الاسئله، او تصير اي مشكله. هذه الخروقات شنو سببها؟ يعني جناب ذكرتي شقين، بالنسبه لموضوع الدفاتر الامتحانيه أي. لكي ايضا نكون منصفين، الدفاتر الامتحانيه يكون اسم الطالب التلميذ مغلق، يعني مجرد ما ينهي الامتحان مالته تقوم مديره المركز بغلق اسماء التلاميذ وتاخذ رزمه كامله بعد تدقيقه باعداد حضور التلاميذ مطابق مع ما موجود، ومن ثم ارسالها الى مركز الفحص. هناك كوادر تدريسيه اللي تصحح الدفاتر، لا تعلم هاي المن عاد الدفتر الى يا مدرسه، ماكو اختراقات، لا بالنسبه لهذا الموضوع مستحيل جدا. هاي واحده. اثنين، بالنسبه لموضوع تسريب الاسئله، اعتقد بعد قبل عامين كانت هناك تسريب لمرحله الثالث متوسط، يعني اعتقد وزاره التربيه اخذت الحيطه والحذر كامله بتامين كل مغلفات الاسئله، ولاحظنا ايضا بامتحانات الصف الأساسي ابتدائي حضور أغلب المدراء العامين إلى مراكز توزيع الأسئلة من بعد ما تأمينها بشكل مؤمن حقيقي وتوزيعها على إدارات مدراء مراكز الامتحانية، فلغاية الآن لم يسجل أي خرق في موضوع الأسئلة. طيب التربية والتعليم، إذن التربية قبل التعليم، ليش ابنائنا اليوم فقدوا للاخلاق وللمهنيه العلميه؟ يعني شوف الطفل او الطالب بالابتدائيه، عفوا لا اعمم على الكل، لا عنده اخلاق ولا عنده علم، ها منو يتحملها هسه؟ يعني اولا خلينا نتفق بشكل يعني حقيقي انه هذه الاجيال تختلف عن الاجيال السابقه المتمثله باجيالنا والقبلنا بشعور المسؤوليه الحقيقيه، حيث كان المعلم هو المربي الذي يقوم بدور المربي عن ولي الأمر الحقيقي. يعني سابقا احنا حقيقي بصراحة نخاف من المعلم اكثر لربما من ولي الأمر. هذه في هذه الأجيال حقيقة، ودخول موضوع الإلكترونيات، والأهم من عدها اليوم وزارة التربية لديها قوانين تحمي بها التلميذ والطالب، مما جعل اي كادر تدريسي، اي مدرس، اي مدرسة صعب التعامل مع الطالب، لأنه أي يعني زياد بحدية بالتعامل معه تشوفين ولي الأمر، للأسف ليس الكل، البعض، لأن أنا ما أحب حقيقة التعميم، البعض من عندهم رأسا قام بشكوى على المدرس، ويعني خلينا نكون أيضا منصفين، الكوادر التدريسية هم المربين، يعني مو من المنطق اليوم مدرس أو مدرسة لديها يعني خبرة لا تقل عن 15 20 سنة أن تكون تبحث بأدق الجزئيات مع التلاميذ أو مع الطلبة، لكن إحنا اليوم أولياء الأمور يجب أن لا يعطي الحق. هناك نعم هناك بعض الكوادر التدريسية وأقولها بكل صراحة تفتقر إلى المهنية الحقيقية، مو تفتقر بس للمهنية. أستاذ أحمد خلينا نكون منصفين، قلت الأستاذ كان يخوف أكثر من ولي الأمر، الأستاذ كان فارض هيبته، فارض احترامه على التلاميذ. اليوم للأسف البعض من الأساتذة يشوفهم حالة حالة الطالب، يقعد يتناقر وياه ويقلل من قيمته العلمية قدام التلاميذ. زين هذه مشكلة كبيرة أستاذ أحمد. شوفي احنا أيضا أكدنا وناشدنا كثيرا بضرورة سن قانون حماية المعلمين الكوادر التدريسية، بالتالي حتى بالتالي تكون له حصانة بأي تصرف، طبعا التصرف الذي يحمي حقوقه للمعلم وليس العكس. يعني اليوم المعلم اللي له حقوق حقيقه احنا نقف جميعا معه، ولكن ان يعبر الى على حقوق الطلبه لا، هنا نقف مع الطالب. يعني تقصد الضرب او الشتم او استخدام العبارات النابيه ضد التلاميذ؟ اكيد، يعني هذا موضوع العبارات النابيه الشتم، هذا يعني هو احنا نقول مربي من غير المنطق. بس هاي شفناها استاذ موجودة. نعم أنا ذكرت الجنابج موجودة في بعض من كوادرنا التدريسية. طيب. ولهذا السبب نؤكد أنه الطالب له حقوق وعليه واجبات. بس اسمح لي أن أرحب بالمتحدث باسم وزارة التربية الأستاذ كريم السيد، حياك الله أستاذ كريم. حياك
حياكم الله مساء الخير، تحياتي لكم ولجمهوركم الكريم. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ. كيف تقيم استعداد وزاره التربيه لاقامه الامتحانات مع مليون تلميذ خلال اليومين الماضيين؟ يعني اكثر من 7600 مركز امتحاني، هل كانت كافيه وشنو هي المعوقات؟ مرة أخرى تحياتي لكم. انطلقت يوم أمس الامتحانات الخاصة بالمرحلة الابتدائية بمشاركة 1,150,000 تلميذ في عموم محافظات عراقية موزعين على 7,600 مركز امتحاني، وكان هناك طبعا يعني كانت هناك انسيابية عالية بوصول الطلبة وتواجد المراكز الامتحانية مع وصول الأسئلة، وكان يعني الأداء عاليا، واليومين تم بهم الامتحان كان يعني كانت الامور تجري بسلاسه عاليه وفقا للخطط. طبعا وزاره التربيه استعدت لهذه الامتحانات منذ وقت مبكر جدا، باعتبار ان احنا انطلقنا في بدايه هذا العام من الاول من تشرين الاول تحسبا لاكمال العام الدراسي، ولذلك عبرت المواعيد بعد امتحانات نصف السنه، وهذا ثبات المواعيد ادى الى استقرار على مستوى معرفه المواقيت الامتحانات، ولذلك كانت الخطط والاستعدادات طبعا بالشراكه مع المؤسسات الخدميه والامنيه. احنا لدينا غرفه عمليات مشتركه مع وزاره الكهرباء، وزاره الصحه، ايضا الوزارات الامنيه الاخرى، تواصل مستمر. اليومين الاخيرين طبعا لم تسجل لدينا اي ملاحظات جوهريه بشان اداء الامتحانات. استاذ كريم، كانت الاسئله يعني واضحه وسلاسه عاليه بأداء الامتحان وارتياح من الطلبة في داخل المراكز الامتحانية، واستجابة عالية من المؤسسات الساندة عن أي ملاحظة أو إشكالية. هذا العام طبعا هو عام مستقر، عام شهد التصحيح للعديد من التحديات الكبيرة في وزارة التربية، وأبرزها ملف الأبنية المدرسية، ومن ضمنها أيضا ملف الامتحانات بشكل عام. طيب أستاذ كريم، أكو معوق أنقول لك عن الشارع العراقي. هذا المعوق يقول لك، وعن الخبراء أيضا في المجال التربوي، يقول لك أنه هذا العام كانت أكو هواي بعطل، عطل الانتخابات والعطل اللي منحت بسبب سوء الأحوال الجوية. طيب هسه ممكن السادس ابتدائي كملت بالمناهج، لكن عندك الثالث متوسط والسادس إعدادي، هل كملت بي بالفعل المناهج الدراسية مع كل هذه العطل وهذه التأخيرات لو لا؟ طبعا وزارة التربية أكيد حسبت لهكذا أمر، وكان هناك قرار من الوزارة باستثمار أيام السبت وطبعا المراحل المنتهية في وقتها، وأجازت الوزارة في وقتها تعويض الطلبة عن أي محاضرة أو درس أو موعد خاص بإكمال المناهج، فضلا عن فترة المراجعة التي منحتها الوزارة وتحديد المواعيد الذي كان أيضا كما ذكرنا منذ فترة يعني بعيدة جدا، بالتالي أرسى استقرارا وتهيئة نفسية ومعنوية للطلبة بشكل عام. احنا الآن طبعا يعني في موسم الامتحانات، وكما تعرفون أنه يعني موسم الامتحانات يجب التعامل مع الطلبة بمستوى نفسي معين وجاهزية عالية، لذلك ما نأمل الآن وسائل الإعلام هو مناقشة الجزئيات التي تتعلق باستعدادات الطالب وتهيئته ودعمه ودور الأسرة ودور المراقب، وهذه الإجراءات التي يجب أن تناقش الآن. الحمد لله الأمور جيدة، تسير بشكل جيد. هذا العام طبعا هو الأول على مستوى الاستقرار منذ أعوام طويلة. حضراتكم تعرفون احنا من العام 2014 تقريبا ما كان عندنا هذا المستوى من الاستقرار. في كل عام دراسي كانت لدينا تحديات، مرة أمنية مرة سياسية مرة صحية، ولذلك كانت يعني هناك كان ارتباكا للدوام الرسمي يحدث بين فترة وأخرى، سواء كان كليا أو جزئيا. لكن في هذا العام الطوارئ كانت طبعا بظروف يعني خارجة عن إرادة الوزارة، وهي ظروف طيب أستاذ كريم الأمطار أو غيرها. أي نعم أستاذ كريم، الامتحانات الآن تسير بشكل جيد. نعم، ونحن على وشك إن شاء الله أن ننهي عامنا الدراسي بنهاية حزيران القادم إن شاء الله. طيب أستاذ كريم، أكو تخوف أنقل لك يا بصراحة من الشارع العراقي، يقول لك تسريب الأسئلة، راح تقطعون الانترنت بامتحانات الثالث متوسط والسادس اعدادي لو لا؟ راح نشوف اكو تسريب لو هذا العام مختلف؟ بمرحله الابتدائيه الان لا يوجد اي قطع الانترنت، والى الان لم نكشف عن القرار الخاص طبعا بالمرحله المتوسطه والاعداديه، لكن تعرفون حضراتكم ان هذا القرار كان يتخذ خلال السنوات السابقه لضرورات مهمه تتعلق بحمايه
يعني الحقوق وبحماية العملية الامتحانية بشكل عام، باعتبار أن مخرجات العملية الامتحانية انعكاساتها على المجتمع، و يعني هذا جهد طالب لعام كامل لا يجب أن يتساوى. إيه أستاذ كريم، لكن المواطن شو له علاقة ينقطع الانترنت عنه؟ يعني حماية العملية التربوية هي من واجبات وزارة التربية. القطع في العام الماضي كان لأربع ساعات فقط، من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا، وكان هذا القطع خلال أوقات يعني تقريبا لا ذروة فيها، يعني هذا الوقت مو وقت ذروة عمل أو مؤسسات، ولذلك كان ربما تأثيره طفيف جدا. إلى الآن طبعا احنا في هذا العام لم نتخذ قرارا يعني يتعلق بالإنترنت، لكن وزارة التربية بشكل عام حريصة كل الحرص على حماية العملية الامتحانية وحماية حقوق الطلبة، من خلال طبعا التحضير كذلك لأفكار جديدة تتعلق بعمليات نقل وتوزيع الأسئلة بعيدا عن عمليات يعني محاولات الاختراق. احنا طبعا يعني ما حدث في العام قبل الماضي من للأسف من تسريب جعل الوزارة يعني تكثف من احتياطاتها الأمنية وتغير من الآليات والخطط، بل وضعت خططا جديدة. نعم، شكرا جزيلا. المتحدث باسم وزارة التربية الأستاذ كريم السي، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. إذا أستاذ أحمد، الأمور طيبة وردية وماكو أي مشاكل، وكل المشاكل استطاعت وزارة التربية التغلب عليه، شنو رأي حضرتك بما تفضل به المتحدث؟ يعني احنا لمرحلة الابتدائي ذكرنا مو مرحلة الابتدائي، احنا ننتظر بشكل عام ست فرح، ننتظر عندنا امتحانات الصف الثالث متوسط زين، والاصعب والاهم من عندها هي الصف السادس اللي هو يحدد مصير الطالب. طيب، فاحنا ما نسبق الاحداث، احنا يعني نتمنى اللي ذكره المتحدث السيد استاذ كريم السيد، اكيد احنا نتمنى انه الامور تمشي بسلاسه وطبيعيه، بالتالي ينعكس اكيد ايجابا على طلبتنا الاعزاء وعلى عوائلهم. العوائل ترى اليوم هي داخل الانذار الحقيقي. صحيح. بالنسبة للطلبة، يعني اللي عنده طالب صف سادس ست فرح، عذرا يعني بلا تشابه، اللي واحد عنده ميت يعني الأم تلقيها حتى أمور الطبخ تعوف، والأب صح. يعني يكون اللي يوفرون كل ما يحتاجه بنتهم أو ابنهم، ومبالغ كبيرة تدفع ومبالغ نعم دفعوا. هذا دائما يخلي أكو سؤال، هو السؤال الرئيسي، وزارة التربية ليش تخلي الأهالي يضطرون لدفع هذه الأموال والدخول بحالة إنذار؟ شوفي ست فرح، كثير من اللقاءات وأكررها اللي طلعت بها في جميع القنوات الفضائية، نعم، دائما أدعو وزارة التربية إلى وضع خطة حقيقية خلال الخمس السنوات القادمة، تشمل أعداد الطلبة، تشمل أعداد المدارس، تشمل كل ما يحتاجها الطالب خلال الخمس سنوات يتهيئون. لا. احنا نريد نطلع من خانة الصف أبو 70 طالب، احنا نريد نطلع من خانة الدروس الخصوصية وكل درس لا يقل عن 700-800 مدارس دوام ثلاثي أستاذ أحمد، ثنائي وثلاثي وكل شيء، هذا اللي احنا نقول به يا وزارة. طبعا أنا دعيت في أغلب يعني القنوات، دعيت معالي وزير التربية المحترم الدكتور إبراهيم نامس الجبوري، أكو كثير من الأمور ست فرح ترى ما قاعد تظهر له، ترى إلا من خلال السوشيال ميديا، يعني تظهر للوزير؟ نعم، تظهر للوزير من خلال السوشيال ميديا؟ نعم، فدعيته أنا، دعيت جنابه الكريم، قلت له يا معالي الوزير انزل إلى مديريات التربية، دير من موقع عندنا كل مديرية أدير بيها شهر. شنو شغل تشوف المستشارين والمعاونين والمكتب؟ شنو شغل هذول؟ ست فرح، يعني خلينا نكون بكل صراحة نتكلم. أي. اليوم مو كل شيء يتغطى ويعرض على الوزير، والدليل أمس البارحة يمكن سمعت بحادثة ثانوية عدن للمتفوقات. أي. اللي رحلوا 8 طالبات راسبات من الخامس العلمي إلى السادس، وبالتالي اكتشفوا انه هذن راسبات ورجعوهن الى المرحله، والمديره ما تعاقبت، تم نقلها الى مديريه المناهج. يعني مستحيل، وطبعا بموافقه معالي الوزير باستثناء، يعني اخذت امر استثناء النقل، لان النقل متوقف الان، بمعنى انه الوزير هذا فساد لو مو فساد استاذ، فساد بامتياز. لهذا السبب ادعو معالي الوزير انه ينزل الى مديريات التربيه. ست
بس انت حضرتك قلت اخذت استثناء من الوزير. ما مطلع بحيثيات القضيه كليتها. ما معقوله اليوم وزير يعرض عليه مديره مدرسه متعاطى رشوه وهناك سرقات عنده في داخل مدرستها ومزوره درجات طالبات. ليس من المنطق معالي الوزير انه ينطي الموافقه بهذا الصدد. يعني هاي راح نرجع على السوشيال ميديا وراح نرجع لثقافه السوشيال ميديا، لازم نضغط على الجهات الحكوميه بانتشار فيديو لو مناشد. لا مو صحيحه، انا اختلف معك. بس هسه حضرتك قلت عن طريق السوشيال ميديا. لا اول دا اقول لك لولا السوشيال ميديا ما ينعرض. لهذا السبب انا دا اطلب من معالي الوزير انه يطلع بشكل حقيقي. مديريات تربيه ست فرح بيها مشاكل كثيره. شنو ابرز المشاكل؟ يعني مثلا بصراحه اتكلم لك. اي مديريه تربيه الان خلي يزورها اي مواطن. دوله رئيس الوزراء نقدر نوصل له، مدير عام ما نقدر نوصل له. محدد يوم واحد بالاسبوع لمقابله المواطنين. يعني احنا سابقا ترى اكو قرار كان سابق قديما. مدير عام يداوم دوام مسائي بالاسبوع يومين. افعل هذا الموضوع لان هناك مشاكل كثيرة وهناك قضايا كثيرة. إذا مدير عام ما يلحق أخلي عدوى من المسائل. هاي واحدة من المشاكل بصراحة. أكو ابتزاز لورشة في وزارات التربية باعتباره خبير في هذا المجال. ست فرح تدرين أنت موضوع هذا يجب أن يكون مشخص حقيقي. السمع هناك الكثير، نعم هناك ملفات فساد فيها، لكن إن لم تظهر أوراق رسمية ومثبت بشكل رسمي زين لا نستطيع ان نقول بهذا الموضوع. الحادثه مال مدرسه عدن للبنات نعم طلعت بها ادله. انتم كمختصين نعم في مجال التربيه طالبتوا وقدمتوا دعاوى. اي هاي المعلومات المفروض اني اعرفها او المتلقي البسيط يعرفها، المختص بالشان التربوي يعرف هذه الامور. احنا دعينا للدعاء العام ياخذ دوره الحقيقي. ليش؟ لان هناك تزوير ورشوه وسرقه. ثلاث نقاط رئيسية. قدمتوا دعاوي؟ احنا ناشدنا يعني للدعاء العام زين ان يقوم بدوره الحقيقي لانه قضية ظهرت للإعلام. فدور الدعاء العام لا ينتظر انه تقام دعوة، لا بحكمه انه هو للدعاء العام. جابوا وياكم الادعاء العام؟ نعم. جابوا وياكم؟ يعني احنا ننتظر لانه الموضوع البارحة اللي تم عرضه ننتظر قادم الايام ان شاء الله دور الادعاء العام بصدد هذا الموضوع. انا اشكر حضرتك جزيل الشكر الخبير في الشان التربوي الاستاذ احمد الجميلي، نورتنا في حلقة اليوم. شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. شكرا جزيلا. حياكم الله. ملفنا الثاني راح نفتحه وياكم بتقرير انفوجراف عن ابرز ما جاء في بيان اتحاد الطلبة في العراق قبيل الامتحانات النهائية في الكليات الاهلية. لنتابع. كذلك استطلعنا رأي بعض الطلبة والأساتذة فيما يخص ما جاء بيان اتحاد طلبة العراق وكان رأيهم في هذا الموضوع. مسألة الجامعات الأهلية وأقساطها المرتفعة هو فد ملف لازم أن الحكومة تنظر له بنظرة أخرى. اليوم لازم أكو إجراءات خاصة لهذه المسألة. اليوم لازم تضع قوانين أنه تسهيل مع الطالب والمراعاة ظروف العراقيين. اليوم العراق يمر بظروف صعبة، الكثير من العوائل العراقية تمر بظروف صعبة، فيجب مراعاة هذه النقطة. اليوم الجامعات الأهلية أصبحت أغلبها وللأسف الشديد ربحية وليست جامعة لغرض التعليم. نتمنى من بعض الجامعات وعمل
ما عادت الكليه ان يعيدون بهذا النظر، لان هذا الطالب هو مستقبله، فاذا ضاع هذا المستقبل يعني انتهى حاله الطالب. بعض الجامعات مستغلتها بموضوع استثماري، بموضوع مادي اللي هو اكثر من ما يكون علمي او اكاديمي، يعني في بعض الاحيان يحرجون الطلاب بالاوقات الامتحانات، يردون القصص الباقي عندهم، يردون يضايقوهم، لان الطالب اكو بي طالب يعني اهله موظفين عندهم التزامات ماليه، يجوز ما يقدر بهاي الفتره وراها يقدر، فهم دا يضايقون الطلاب. محور حديثنا في هذا الملف راح يكون مع سكرتير اتحاد الطلبه في العراق الاستاذ ايوب عبد الحسين. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله استاذ. ابدا معك بما تفضل به الدكتور حيدر العبودي المتحدث باسم وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، عندما سالناه وعلل عدم حضوره لحلقه اليوم قال ان اتحاد الطلبه غير قانوني وما يتحدث ويا ناس هم مو موجودين بالاصل. طبعا يبقى حق الرد مكفول للدكتور حيدر العبودي على كل ما سيطرق وسنتطرق له في هذه الحلقه. شنو ردك؟ بدايه تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام، وشكرا جزيلا لكم على اتاحه هذه الفرصه للحديث بهذا الملف الهام. نعم، اليوم اذا كانت الخشيه من عدم قانونيه اتحاد الطلبه او عدم وجود تشريع، فهذا الموضوع لا يتحمله الطلبه بل يتحمله المنظومه السياسيه التي رفضت تشريع قانون لاتحاد طلابي يمثل الطلبه ويدافع عن حقوقهم ويدافع عن قضاياهم مثل ما موجود في كل دول العالم المتقدمه. اليوم الموضوع هو اليوم بات مو موضوع وجود اتحاد طلبه وعدم وجوده، احنا اليوم نقف امام مشاكل جديه تواجه التعليم. هو انتم اتحادكم قبل ايش قد كان موجود؟ احنا اتحادنا موجود من 76 سنه يعني على مر تاريخ. فهمني نقطه، ليش قانون؟ ليش مو قانوني؟ بعد 2003 جمدت كل عمل النقابات والاتحادات وبما فيها الاتحادات الطلابيه. حاول زملائنا السابقين بمختلف المحاولات، وكررت هذه المحاوله لعده مرات ولعده سنوات، انه يتم تفعيل قانون اتحاد الطلبه العام في جمهوريه العراق. احنا عندنا قانون من سنه 69 اللي للاسف الغي في فتره نظام البعث واستبدلوه باتحاد طلابي تابع الى السلطه، سلطه حزب البعث، وبقى اتحادنا مناوئ لهذا الاتحاد السلطوي ويمارس نشاطاته بصوره سريه داخل الجامعات وخارج الجامعات. بعد 2003 استبشرنا خيرا بقدوم النظام ديمقراطي جديد، وقدمنا طلبات لأن يتأسس اتحاد طلابي يمثل الطلبة، الطلبة شريحة حالهم حال المحامين والمهندسين، لازم يكون لهم نقابة تمثلهم وتدافع عنهم مثل ما موجود في كل دول العالم. ولكن للأسف هناك خشية سياسية من أنه يكون للطلاب صوت ورأي. من هو مستهدفكم أستاذ أيوب؟ ليش أكو خشية سياسية؟ اليوم الدولة ماشية بقراراتها وبحكوماتها وبوزاراتها وماكو أي مشكلة، شنو التخوف؟ والله التخوف هذا ينطرح على المسؤولين. لا، ماذا التخوف من صوت المسؤول يقول أنا ما أخاف. هناك خشية من أن يكون صوت منظم للطلبة، عملية أنه يكون صوت منظم للطلبة يداعي بحقوقهم ويداعي بقضاياهم، وتكون هناك تنشئة ديمقراطية حقيقية داخل الجامعات وداخل الكليات، هذا ما يخشون منها، أن يكون هناك جيل يعي حقوقه ويعي الممارسة الديمقراطية بتفاصيلها، بالتالي هم يخشون من هذه اللبنة الأساسية في بناء المجتمع وفي بناء القادة الشباب الجدد اللي يكونون بديلاً لهم. بيانكم كان كلش ثقيل وبيانكم كان يعبر عن استياء كبير فيما يتعلق بحقوق الطلبة في الجامعات الأهلية، ممكن أفهم ليش نزلتوا حدرة بدرة في بيانكم وكان بهذا الاستياء وبهذا الغضب؟ نعم، الممارسات التي تحصل في الجامعات الأهلية وفي الكليات الأهلية وحتى ما يجري في الكليات الحكومية وتشمل أيضا المدارس الأهلية هي ممارسات لا تمت للأعراف الأكاديمية بصلة، هي ممارسات تسيء إلى السمعة الأكاديمية بكل يعني نقدر نوصفها بتسبب إساءة جسيمة إلى السمعة الأكاديمية، لأنه يعني ما معقول طالب يطرد من القاعة الامتحانية لأنه باقية بذمته مثلا 500,000 300,000 200,000 من الأقساط الدراسية. هذا الموضوع هو موضوع محط استياء بالنسبة لنا، خصوصا طلبة الكليات الأهلية هم مو طلبة راغبين أن يلتحقون بالكليات الأهلية بقدر ما دفعهم نظام القبول السيء بالعراق، اللي لما الطالب يقدم على المسار الحكومي ما يلقى
يعني ما يلقى قبوله بتخصصات يحتاجها سوق العمل او لها فرصه عمل داخل القطاع الخاص او حتى على المستوى الحكومي، بالتالي يضطر الطالب يلجا الى انه يلتحق بهذه الكليات الاهليه اللي فاتحه اقسام لها رواج في سوق العمل سواء كان على القطاع الخاص او على القطاع الحكومي بالذات. الكليات الاهليه عندها مسوق قانوني تتعامل ويا الطلبه حتى تاخذ الفلوس من الطالب؟ لانه الكليات الاهليه هم تقول لك انا دا اصرف بنايه وايجار وكهرباء ومي، لذلك انا احتاج هذه المصاريف من الطالب. فيما يخص هذه الجزئيه بالذات قانون التعليم العالي وقانون التعليم الاهلي والتعليمات الامتحانيه ما انطت الحق لاي جهه كانت من عميد الجامعه ووصولا الى وزير التعليم، ما انطت الحق بطرد طالب من القاعه الامتحانيه الا لسببين، السبب الاول هو تجاوز غيابات نسبه 10% من المقررات الدراسيه. زين. والسبب الثاني ان يكون راسب بالغش او في محاوله غش، بالتالي يحرم من الامتحان ومن باقي الامتحانات. لم يشر اي قانون بالعراق الى هذه لطرد الطلاب. على طيب. طرد الطلاب من القاعات. تعرف اكو حالات لطرد الطلاب كانت تعسفيه ومو اخلاقيه؟ خلال ما شاهدناه خلال اليومين الماضي، يعني من يوم السبت ويوم الاحد، طلاب منعوا من اداء الامتحان اصلا. دخلوا لقاعاتهم الامتحانيه. زين. تم يعني امام الطلاب قراءه اسمائهم على الطلبه وسحبهم من القاعات الامتحانيه، ومن اعترض على هذا الموضوع يعني تعاملوا معه بخشونه. بعض الكليات الاهليه سمحت لهم بعد ساعه من فوات الامتحان، من وقت الامتحان، ان يؤدون هذا الامتحان بشرط انه يسددون الاقساط الدراسيه خلال مده اقصاها 24 ساعه. زين، واذا ما سدد خلال 24 ساعه ما له حق انه يدخل ويشترك بالامتحانات. هذا الموضوع هو موضوع اساءه جسيمه الى السمعه الاكاديميه. اليوم هذه المؤسسات تقدر تسمي لي هذه الكليات ويبقى حق الرد مكفول لهذه الكليات؟ بصراحه يعني هذا الامر هو ماشي في اغلب الكليات اللي يعني كليات الاهليه. زين. بالتالي ما احب ان اخوض بتسميه وحده وممكن ان تفوتني وحده اخرى. شكد عددهم هواي استاذ ايوب؟ يعني عدد الكليات الاهليه بالعراق كبير جدا، اعتقد كلهم يتعاملون يعني ماكو تساهل ويا الطالب؟ اكو تفاوتات بسيطه جدا، لكن المبدا واحد. المبدا واحد هو مبدا الجبايه. زين، اريدك تحكي لي هسه حتى استثمر ويا حضرتك الوقت. 3000 طالب مصيرهم مجهول، دفعوا اقساط وداوموا وبالمرحله الرابعه من وصلوا للوزاره قالوا لهم انتم ما لكم قاعده بيانات، شنو مصيرهم هذول؟ هنا هي المشكله الاساسيه تكمن بالرقابه على هذه المؤسسات، مؤسسات التعليم الاهلي ودورها وقواعد القبول بها. زين. الوزاره يعني في تعليماتها تحدد نسبه من القبول في كل الاقسام في الجامعات الاهليه وكذلك الحكوميه، ولا يجوز لأي كلية أهلية أن تقبل طالبا واحد خارج العدد المقرر قبولهم داخل هذه الكلية وداخل هذا القسم. جاي. شنو اللي صار؟ هنا اللي صار أنه أكو 3000 طالب مقبولين في قسم التخدير. 3000 طالب مقبولين في قسم التخدير. دول 3000 طالب وصل الامتحان الوزاري، طبعا الامتحان الوزاري جت الأسماء من الوزارة يعني بالشيت الامتحاني الأسماء موجودة، تفاجأوا أنهم أكو أسماءهم. لما سألوا الظاهره وقابله والوزاره بلغوهم انه انتم مقبولين خارج خطه القبول. زين. فبالتالي يعني ما لكم قاعده بيانات، الكليه اصلا ما مقدمه بياناتكم عن يعني انه انتم طلاب فعلا في هذه الكليات. زين، خشيت انه تتعرض الى ملاحقات قانونيه او الى ومصير هذول ال 3000 طالب. مصير هذول ال 3000 طالب لحد الان لم تفصح الكليه عن الاجراءات اللي الجامعه عن الاجراءات اللي وزاره التعليم هي يا جامعه استاذ ايوب حتى نفهم هسه الان 3000 طالب وال 3000 اكيد يسمعونا، يبقى مصيرهم مجهول؟ بلكي وعسى رب العالمين من هذه الحلقه يقولهم شاره لو فتحت. يعني هو الموضوع انا اعتقد هو موضوع واضح، والطلبه ظاهروا امام الوزاره وتم مقابلتهم واخرجوا في عدد من وسائل الاعلام والاسم بدا واضحا للجميع. عندك تخوف وانت متحدث باسمهم استاذ ايوب؟ يعني هذه الملاحقات القانونية موجودة، يعني وإحنا راح نقول حق الرد مكفول. حق الرد مكفول ممكن أنه يتم استضافته. زين. ولكن أنا النقطة اللي أريد أشير لها هنا أنه عملية الرقابة على هذه الكليات الأهلية، 3000 طالب هو عدد مهين تم قبولهم خارج خطة القبول، والإن كان من ذلك أنه بعضهم البعض القليل منهم مقبولين في من تخصصات هي لا يحق أن يدامون بها، مثلا خريج معهد معلمين فهو مقبول بقسم التخدير.
خريج فرع ادبي مقبول بقسم التخدير. هذه ما صايره بكل دول العالم. ولا ايش قصاركم تناشدون وهذول الطلبه ايش قصار لهم يتظاهرون؟ عمليا هذا الموضوع تم اكتشافه قبل شهرين، يعني من صار الامتحان الوزاري التجريبي زين، فاكتشفوا هذا الموضوع ووجهت مخاطبات من قبل لجنه التعليم النيابيه الى وزاره التعليم لبيان اجراءاتهم بهذا الصدد. يعني قانون التعليم الاهلي شو يقول؟ انه اي طالب، على كل طالب مقبول خارج خطه القبول غرامة على الكلية أن تدفع 10 أضعاف القسط لهذا الطالب إلى الوزارة. زين. ولكن للأسف إحنا لم نشاهد أو لم نلاحظ بيان صدر من الوزارة أو توضيح حول الإجراءات اللي اتخذتها بحق هذه الكلية. كانت عندكم مطالبات وشنو كان الإجابة على بياناتكم أنتوا، على أسئلتكم أنتوا كاتحاد طلب؟ لم نلقى أي إجابة على أي بيان وعلى أي استفسار وعلى أي مناشدة قدمناها بخصوص التعليم، وكل الاستفسارات والمناشدات اللي نرسلها سواء عبر إيميل الوزارة أو نوجه دعوات لحضور الحلقات النقاشية أو المؤتمرات اللي تناقش وضع التعليم نلاقي ذات الاعتذار، نعتذر عن الحضور أو نعتذر عن المشاركة، هذا في أحسن الأحوال يعني يقدمون اعتذار، الباقي نتواجه بالتجاهل، يعني ما يتم الاستجابة لكل هذه المطالب اللي قدمت. هناك مطالب عديدة قدمناها على مستوى التعليم العالي، مشاكل جدية قدمناها على مستوى التعليم العالي، منها ما هو آني لمشاكل حالية ومنها ما هو استراتيجي يتعلق بالبنية التحتية، يتعلق بالحريات التحتية والبيانات ومستوى الطالب. هل اليوم المستوى التعليمي في العراق في خطر من وجهة نظركم؟ هسه انتم صناع المستقبل، انتم نعم. كشباب طلاب احنا كاتحاد اطلقنا هذا النداء قبل سنتين من الان زين. انه لتتوحد الجهود في سبيل انقاذ العمليه التعليميه والتربويه من الانهيار. العمليه التعليميه والتربويه بشقيها على مستوى التعليم العالي وعلى مستوى التربيه تواجه انهيارا فظيعا على كافه المستويات، من بنيه تحتيه منهاره، يعني هناك تصريح صدر من أحد أعضاء لجنة البرلمان النيابية الخاصة بالتعليم عن وجود مخالفات ترتكبها كليات أهلية تؤثر على سلامة الطلبة. لحظة فسر لي هذه، شنو نوع المخالفات؟ منها مثلا وش تأثر؟ هسه الفلوس ما تأثر على سلامة الطلبة؟ لا مو مسألة لا الفلوس. شنو مسألة؟ مسألة مثلا المباني الكرفانية، المباني الكرفانية هذه ممنوعة في كل مكان لأنه سريعة الاشتعال وسبب حوادث وسبب كذا، هذه المخالفات موجودة إلى الآن. إجراءات السلامة ضعيفة مثلا، البنية التحتية هي غير صالحة لأنه تكون مكان للدراسة، تجاوز على المساحات المحددة، قانون التعليم الأهلي رغم علاته رغم سلبياته حدد مساحات للكليات الأهلية وللجامعات الأهلية أقل شيء أن لا يعني أن لا تقل عن 2700 متر للكلية الأهلية الواحدة. اليوم هسه كل المشاهدين يعرفون وملاحظين كليات أهلية مساحتها ما تتجاوز 1000 متر، بالتالي من يحاسب على هذه المخالفات؟ ما هي الإجراءات التي تتخذ اتجاه هذه المخالفات الجسيمة بالقانون اليوم؟ هل صحيح التعليم الأهلي أكثر تهاونا من التعليم الحكومي في الجامعات؟ من أي ناحية؟ يعني يقول لك أكو تساهل. هسه إحنا نسمع، بس أنا أريد أسأل حضرتك فيما يتعلق بالأسئلة، فيما يتعلق ببعض التلاعب بالدفاتر، عبر لي هذه وعبر لك هذه، يعني هذه موجودة لو ما موجودة؟ كلش حادثة. أي؟ إحدى الكليات الأهلية لما صار استطلاع رأي وطلبوا من يمهم نسب الرسوب داخل كليتهم، أغلب الكليات الأهلية أو كل الكليات الأهلية رفضت أنه تسلم نسب الرسوب داخل هذه الكليات. إذن ما عندهم رسوب؟ إذن ما عندهم رسوب، إذن ما عندهم يعني أي يعني أكو تهاون كبير سواء بالإجراءات اللي صير سواء بال. إذن المسألة مسألة ربح لهذه الكليات الأهلية. نعم هنا هو بحسب ما تتفضل أنت به، أول شيء همهم الفلوس بدفع الأقساط، ثاني شيء ما عندهم نسبة رسوب، فالطالب على الراحة يقول لك والله روح أدفع فلوس وروح الكلية الأهلية. هنا هذه النقطة اللي أريد أشير لها بالشق الأول بما يتعلق بسؤالك، أنه هذه المؤسسات هي باتت يعني صروح تجارية لا يعني ما لها علاقة وبعيدة عن أهدافها ورسالتها العلمية اللي المفروض أنه تأديها تجاه الطلب أو تجاه المجتمع، بالتالي باتت كلها منها الربح وجباية الأموال من الطلبة بمختلف الطرق. يعني الموضوع اليوم مو بس موضوع قسط، موضوع الأقساط في كل الجامعات العالم، الطالب متى ما يريد يسلم وثيقته بذاك الوقت يسائل عن الأقساط اللي بدمته، وفي حال اعتذر ممكن أنه تتوجه الجامعات إلى إقامة دعاوى قضائية بحقه كون هناك تعاقد مسبق. موضوع الجباية، هناك جباية مستمرة من الطلبة في الكليات الأهلية. أكو فساد أخلاقي لمستم هذه الحالة كاتحاد؟ أكو ابتزاز من هذا النوع؟
هنا الفساد الأخلاقي منتشر بكل جوانب المؤسسات الحكومية وبما فيها التعليم والتربية. سأحكي على الطلبة لأنه الطلبة هم الأخطر. بما فيها التعليم والتربية موجود هالشيء هذا ظاهر فساد وما حدث في جامعة البصرة مؤخرا هو خير دليل على هذا الموضوع. أنتم كاتحاد وصلت لكم شكاوى أنه أكو أستاذ فلان أو أستاذ فلان أو طالب فلان يبتزنا في نوع معين أو في مجال معين؟ هذه المناشدات بالسياق هي مستمرة على مدار من 2003 هسه خلي أقول إلى الآن هي هذه المناشدات مستمرة وباقية وبدت تستفحل هذا في جانب. الجانب الآخر يعني أكو أشياء غير لائقة تصير مثلاً بالكليات الأهلية، دخلي على صفحة أي كلية أهلية راح تلقين الصور فقط تصوير ده لطالبات السافرات، الطالبات اللي هي يعني شكلها جذاب، بس هذه الصور المنشورة هي نوع من التجار بالبشر. اتجار بالبشر انه اكو هذا الطالب استثمر بالترويج بهذه الجوانب البعيدة عن الرسالة العلمية. اليوم هذه المؤسسات هي باتت يعني ابعد ما يكون عن رسالتها العلمية، باتت مؤسسات ربحية. الطالب بالكلية الأهلية لازم يشترك بأجار لوكر رغم انه في بعض الاحيان لا اجار اللوكر يوصل 150 الف مثلا للعام الواحد. على مود لوكر 150 في العام بعض الواحد. الكليات حاليا فرضت انه الطالب لازم يجيب بطاقه اشتراك بالامتحان النهائي. هذه البطاقه يعني شلون براءه الذمه انه دافع كل الاقساط سعرها 10000 دينار. هذه وحده من الامثله. اعتقد اسالك استاذ ايوب بصراحه، حفلات التخرج مالتكم مبالغ بها كطلبه، شلون انتم تشكون منا وتبذخون على هذه الحفلات الاف الدولارات؟ بما يتعلق بموضوع حفلات التخرج، حفلات التخرج اليوم اذا لاحظ في كل الكليات الحكوميه بدا تقييد عليها زين وعلى كل محتوياتها، ولكن بالنسبه للكليات الاهليه هي من بدات ترعى هذه الحفلات وتستضيف مطربين نجوم لامعين وشعراء بارزين كوسيله من وسائل الدعايه من وسائل الجذب. أي. الطلبة اليوم حتى هذه حفلات التخرج هم يجبى من يمهم أموال كبيرة جدا، يعني شنو صورة واحدة جماعية على الستيج ب 35 ألف دينار، الطالب لازم يشتري الروب والقبعة ب 45 ألف دينار ويمنع التصوير الخارجي. صحيح. وإلى آخره. هذا بالتالي هذا فرحته، هو يعبر عن فرحته لمسيرة 16 سنة. أنت تفرض عليه هذا القيود والعديد من الطلبة لا يشتركون بهذه الحفلات لكونها مكلفة جدا عليهم. صحيح. ومجبور مكلفة. أنه زين أنا أريد أسأل حضرتك أستاذ أيوب، أنتم تطلعون بالمسلسلات العراقية، أنتم الطلبة تطلعون على ما شاء الله عليكم سياراتكم آخر شيء، عندكم البيوت وحالتكم المادية فوق التوب، صحيحة لو مو صحيحة؟ أنا ما يخرج للإعلام عن الوضع الاجتماعي للطلبة هو لا يعدو عن كونه هو تزويق إعلامي لصورة المجتمع الحالي. شنو الفائدة منه؟ ليش دائما يطلعون الطالب عند بدال السيارة اثنين؟ هذا المسألة هو تطميس على الوضع الاجتماعي للنظام القائم حاليا. طيب ويتماشى مع رغبات المنتجين ومع رغبات القنوات الفضائيه اللي تريد تصور المجتمع بهذه الصوره. اكو الاف من الطلبه اليوم يضطر يقطع مسافه يعني 500 و700 متر حتى يطلع يشتري بطل مي من خارج النادي الطلابي لانه الاسعار بالنوادي الطلابيه باهظه جدا. الكافتريات مال الجامعات اسعارها ليش مبالغ بها؟ وقدمتم طلب حول تخفيض هاي الامور؟ احنا اليوم منطلقين بحمله يعني راح تنطلق على الايام العام الدراسي الاول على مساله الكافتريات النوادي الطلابيه ومساله المكتبات. يعني ما معقول طالب اليوم لما يجي يشتري الماده اللي هي عباره عن شيت ثلاث اوراق يشتريها ب 2000 دينار. هذا وينك؟ هذا سعر ثلاث اوراق ب 2000 دينار. وكوب الشاي او بطل المي بالكافتريا كوب الشاي ب 1000 ويوصل 1000 ونص وبطل المي ب 1000 دينار. هذه اسعار مبالغ بها، اليوم الطالب العراقي غير قادر على تامينها. وبالدليل احنا الوضع الاجتماعي للطلبه هو وضع متردي جدا ويتحملون نفقات عاليه. حينما اطلقنا حمله كاتحاد طلبه العام في جمهوريه العراق حمله المنحه حقنا اللي تهدف لاعاده تفعيل قانون المنحه، اشتركوا معنا بحدود ال 37 الف طالب وقع على عريضه هذه الحمله وكان يتمنى انه يتم شموله به اللي هو رغم انه مبلغها يعني مبلغها قليل هو 100000 دينار ولكن هو يشوف فد مكسب وهو بالواقع هو مكسب الى انه يسد من نفقات الدراسه. قدمتوا هاي الطلب وهاي التواقع والنتيجه شنو كانت؟ تم اقرار المنحه وتضمينها بالموازنه رغم انه احنا الصيغه شويه كنا يعني مو بالصيغه اللي احنا نريدها، احنا كنا نريدها انه تكون عامه لكل الطلبه ولكن بقت هي
لشبكة الحماية الاجتماعية. طيب. ولكن مع ذلك هو انتصار كبير للإرادة الطلابية. نعم. وبالتالي عبر هذا الموضوع احنا نوجه رسالة، أوجه رسالتي لزملاء الطلبة. بس باختصار لأنه أعتذر منك بس وقت انتهى. تمام. أنه مهما كان الصوت الطلابي موحد ومنظم هو قادر على تحقيق المكاسب الطلابية اللي تخصها. شكرا جزيلا أيوب عبد الحسين سكرتير اتحاد الطلبة في العراق، حياك الله، نسأل الله لك ولكل الطلبة كل التوفيق إن شاء الله. إذا سادة الأكارم يبقى حق الرد مكفول عن كل ما ورد اسمه أو ذكره في هذا الملف. الآن نستعرض وإياكم أبرز ما جاء في منصة إكس بشأن انتخاب رئيس مجلس النواب وترشيح حزب تقدم لمحمود المشهداني لتولي المنصب، لنتابع. ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبارنا المحلية لهذا اليوم، لنتابع. الشيخ أمام حمود يلتقي شيوخ ووجهاء البصرة ويحيي شجاعتهم في طرح مظالمهم بمنطق وصوت عال. السوداني يوجه بتجاوز العقبات أمام عملية التحول الرقمي في دوائر الدولة وتطبيقات الحكومة الإلكترونية. رئاسة مجلس النواب تحدد السبت المقبل موعد لانتخاب رئيس البرلمان وتقدم تعلن تأييد ترشيح محمود المشهداني. وزير النفط يعلن الانتهاء من جولة التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة بشمول 29 رقعة استكشافية. وزير النقل يحدد السبت المقبل موعدا لبدء تفويج الحجاج جوا إلى الديار المقدسة ويؤكد استعداد الوزارة. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة، تصبحون على خير.